الوجود ديالنا اسباب النزول ديالنا واسباب النزول ديال هذه الوقفات الاحتجاجيه جاءت ماشي عن عبث او مزايرات، جاءت لتلبيه المطالب ديالنا المشروعه التي هي مطالب مشروعه في خدمه رجال ونساء الصحه، وخاصه هذه الافه التي برهنت للملموس ولجميع المتدخلين في الشان الصحي بان رجال ونساء الصحه عمود فقري في المنظومه الصحيه داخل هذه الوقفه التي نتمنى من العلي القدير ان يرفعها. ولكن الوقفه ديالنا اليوم جاءت بعد ما سطرنا عدة مراحل نضالية، وقفات محلية، وقفات جهوية، وجاء اليوم توجناها اليوم بهذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية لنبلغ ولنجهر التذمر ديالنا لرجال على ما آلت إلى أوضاع الصحية، وخاصة ما يتعرض لرجال ونساء الصحة على الصعيد الوطني. هذا أسباب النزول ديال الملف ديالنا المطلبي، ألا وهي خاصية القطاع. أولا التعويض لرجال ونساء الصحة على انخراطهم الا مصر. نحن جنود مجندون في الاتحاد المغربي للشغل في خدمه المواطن المريض وفي خدمه رجال ونساء الصحه. قلنا خصوصيات القطاع، قلنا التعويض عن الاخطار. هنيئا للفئه الاخرى، ولكن الممرضين بان ارفعنا التعويض عن الاخطار المهنيه اسوه لاخوان الاطباء. كذلك نطالب بمنح ماشي منه، ولكن من حقنا ناخذ تعويض على المجهودات الجباره التي لازلنا في الخطوط الاماميه للتصدي لافه كورونا. وهذه المناسبه ندين اي تصرف من السلطات القمعيه التي حاولت باننا تراجعنا عن الوقفه الاحتجاجيه، ولكن جينا اليوم باننا نقول لوزير الصحه ما عندكش بديل الا فتح حوار جاد مع المكتب الوطني لا لشيء باننا في خدمه الوطن المريض. هذا الوطن يتسع الجميع، وتنقول الوزير بصوت مرتفع كفى من البهتان، كفى من التضليل. حنا نطالب رجال ونساء الصحة بانهم يزيدوا في التصدي لهذه الافة، ولكن شريطتها بانها يوفروا لنا الكرامة الموظف، يحميونا ويوفروا لنا الشروط. ومن هنا تنقول بان الشروط الموضوعية لمزاولة المهام ديالنا ان لم نقول ما كايناش تتكون موسمية. إذا حنا جينا اليوم نقول للوزير فتح حوار مع المكتب الوطني، ونطالب رجال ونساء الصحة بأنهم يكونوا على حذر لا لشيء، بأن الوطن ديالنا يحتضن الجميع شراطه بأن تكون الحقوق والواجبات. هي حان الوقت للحكومة تهتم أولا بالرفع ميزانية الصحة، وثانيا بتحقيق مطالب الممرضات والممرضين والأطباء وجميع الفئات. إذا نطالب وزارة الصحة بالجلوس لطاولة الحوار وفتح حوار حقيقي ومسؤول من أجل الاستجابة لمطالب الشغلة الصحية العادلة والمشروعة. المسؤول الأول على وزارة الصحة هو وزير الصحة السيد أيت طالب، ثانيا هو رئيس الحكومة اللي مسؤول على القطاع ديال الصحة اللي كيشوف فيه قطاع متدهور وعاجز عن تحقيق مطالب لا المواطنين ولا الموظفين. نجد الحالة ديال المستشفيات خصوصا فهاد الجائحة ديال كوفيد كشفت عن 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 ضعف المنظومة الصحية وعن هشاشتها. إذا رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية حتى هو، ومن هذا المنبر نقول للسيد الوزير والسيد رئيس الحكومة لقد حان الوقت للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، وحان الوقت من أجل تضافر الجهود لكي نقدم خدمة صحية في المستوى للمواطن. وتحية نضالية.